رفقاتي رفاقي، بداية أود أن أجزل الشكر لرفيقاتي ورفاقي في فرع الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة على التفاتتهم المستحقة. للرفيق المناضل حسن مرزوق، أو كما تعودنا على مناداته باسمه الحركي الرفيق باكي. ولأننا تعلمنا في تجربتنا النضالية والإنسانية أن نعتز بأجيال مناضلات ومناضلي الحزب واليسار عموما بمختلف مكوناته، وتعلمنا أن نتذكر بإجلال القامات العالية لكل الرفيقات والرفاق من اليسار المغربي الذين ساهموا بهذا القسط أو ذاك في تجربتنا الجماعية بالعطاء الثر ونكران الذات المستمر والتواضع الجم. فإننا نجتمع اليوم لنعطي لقيمتي الوفاء والاعتراف ما تستحقانه من القوة، ولنؤكد مرة أخرى على الأهمية البالغة لمثل هذه المبادرات الإنسانية الواجبة تجاه المناضلات والمناضلين وهم أحياء من مختلف المؤسسات الحزبية والشعبية. نظرا لما تمثله من تشبثنا الجماعي بقيام الوفاء للمناضلات والمناضلين هذا الوطن العزيز، واعترافا لهم في حياتهم وأمام أحبابهم وذويهم بما أسدوه من تضحيات لينعم هذا الوطن بالحرية والاستقلال والديمقراطية الكاملة التي نصب إليها. وقد دلت تجربتنا الطويلة على أن لقاءات الوفاء والاعتراف مثل هذه تحيي الناس وتشفي بعض الغليل، بل إنها لتساهم في الارتياح النفسي المساعد على الراحة الصحية والنفسية الضروريتين. لما عاد الرفيق باكي حسن مرزوق إلى المغرب صحبة المناضل الفد المرحوم حسن زغلول سعد الرحمن يوم الخميس 26 نوفمبر 98، استقبل استقبال الأبطال المخلصين في المطار مع مجموعة من الرفاق من منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، في مقدمتهم الأستاذ الفقيد محمد بن سعيد أيتي الدر الأمين العام لمنظمة العمل آنذاك وعدد كبير من قياديها. كان كما كان من بين المستقبلين مناضلون من حزبي الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وكان اهتمام الجرائد الوطنية بهذا الدخول مهما بحيث غطته الجرائد الوطنية المقروءة آنذاك. وإثر هذا الدخول التحق الرفيقان بموقعهما في اللجنة المركزية للمنظمة التي كان عضوين فيها في من المنفى، وخلال هذه المرحلة تعرفت عليهما مناضلين شامخين ورفيقين مخلصين. كان لكل واحد منهما طابعه الخاص وميزته، بالرغم من كونهما صنوان عندنا شكلا ثنائيا لا ينفصل في مخيالنا الجماعي، لكن تميز كل واحد منهما كان واضحا، وهو تميز ربما يعود إلى الجذور والأصول، تالوين الأمازيغية حيث ولد الرفيق مرزوق وبشام الرحمانية حيث ولد زغلول. وقد يكون من طبيعة العلاقات التي نسجها كل واحد منهما مع محيطه وفي كل محطة من محطات النضال الموسوم بالاستمرارية والوفاء للقيم المشتركة والإخلاص للاختيارات السياسية الواضحة والثبات عليها، وهذه دروس هذه التجربة. الرفيق مرزوق من طينة الرفاق التلقائيين المخلصين الذين حين تلتقيهم تحس بدفء العلاقة والوشائج الرفاقية الحقة، لأنه لا مكان عنده أبدا للنميمة والدسائس والكيد، يفهم السياسة ويمارسها بلبل. ولذلك كان هو وأخوه المناضل الفد المرحوم المختار مرزوق بفرنسا على نفس هذا النهج. قد يكون هذا السلوك بعضا من التربية الأصيلة الآتية من جذور منطقة تالوين وحليب الأمهات الصادقات، وقد يكون من تراب قلميمة حيث تمرس بالعمل السياسي التأسيسي، ولكنه بالتأكيد
سلوك متغدى من المواقف المبدئية ومن الصدق ونكران، سواء في قلميمة أو أي توريغ أو وهران أو الدار البيضاء. تشي بسلوك نضالي ثابت وراسخ في الصمود. هذا النهج في العلاقات الرفاقية وما أضحى اليوم يتبدل ويتفكك ويترك ندوبا في القلوب ويؤثر سلبا على العلاقات التي من المفترض أنها علاقات رفاقية راقية وعالية المستوى. عندما زرت الرفيق باكي مرزوق آخر مرة ببيته بالدار البيضاء، صحبة الرفيق حبشي وأعضاء من فرع الحي الحسني، وبتنسيق مع ابنه البار الرفيق الدكتور عبد الفتاح مرزوق، كانت الجلسة حميمية رائقة كالعادة. أخذنا معه صورا أطلعت عليها بعد ذلك الرفيق الفقيد محمد بن سعيد، فسعد بها كثيرا وسأل بقوة وعناية بالغة عن الأحوال الصحية للرفيق مرزوق قائلا إنه من الصادقين الخلص، وأوصانا بضرورة السؤال عنه وترتيب لقاء معه، للأسف لم نتمكن من تنفيذه. الرفيق السي حسان مرزوق أو باكي كما تعودنا على المنادة عليه نموذج التواضع والتميز الدقيق في المواقف، بحيث لم تكن اختياراته السياسية وانحيازاته للخط النضالي في كل منعطف من منعطفات التحول بما فيها تأسيس منظمة عمل والمرحلة الاندماجية التي تلتها، لم تكن تلك الاختيارات محض صدفة أو مجرد سياق مع التيار أو مجرى الهواء أو مجرى حتى الهواء العام، وإنما كان في كل محطة اختياره اختيارا واعيا مسنودا بالحس السياسي المنهور بالصدق والبساطة والعمق المؤسسي على تاريخ طويل طويل في النضال الصادق منذ المرحلة الأولى للمقاومة في بداية الشباب، حيث كان معروفا بالخياط، وفي نفس الآن بالشجاعة النادرة والاستعداد للبذل والعطاء والتضحية من أجل المشترك مهما كانت النتائج المترتبة عن الاختيار السياسي الطوعي. ساهم في تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية كما تعلمون، وناضل داخله بعلاقات وثيقة مع الرفيق بن سعيد ولي عبد السلام الجبلي والفقيه البصري ومحمد بن الحاج أطلس، وتوبع وسجن بقلميمة وهرب من السجن بمساعدة واتفاق مع أحمد ويشو حارس السجن في زمن العامل الدوبه كما سبق لنا أن سمعنا، وانتقل إلى أيتورير، ثم بعدها تزامنا مع أحداث وصراعات حول الصراع الجوية ملابسات سنة 63 بين الاتحاد الوطني والنظام، سيخبره الرفيق المرحوم أطلس بن الحاج بأنه متابع وأن احتمالات اعتقاله واردة جدا. اضطر مع الوضع إلى أن يهرب إلى الجزائر كما تعرفون، وتحديدا إلى مدينة وهران حيث سيستقر وسيكون منزله محطة استقبال مهمة ودائمة ومفتوحة باستمرار في وجه كل الفارين من بطش النظام. وستتحمل زوجته الكريمة للا فاطمة ستتحمل ضغطا متواصلا في استقبال الهاربين المغاربة نظافة وأكلا وإيواء، وعنها يقول ما سمعتم عن هذه السيدة الكريمة. وهما يطرح بالنسبة لي اليوم أن نخصص لزوجات هؤلاء الرفاق حيزا من تكريماتنا والتفاتاتنا، لأنهن صنعن التاريخ في صمت ونكران ذات، وإليهن يرجع كثير من الفضل والصمود وفضل التبات، مثل ما هو شأن أمهات المعتقلين السياسيين اللواتي كتبن دروسا بليغة في الصمود والتحدي. ونظرا للموقع الجغرافي لوهران، فقد كانت ممرا ضروريا لقوافل المارين إلى تلمسان أو العاصمة وغيرهما، وبالتالي فالثقل كان كبيرا على الرفيق مرزوق وأسرته وجميع المناظرين الهاربين من بطش النظام ومتابعاته وإحكامه واعتقالاته، مرت كلها من وهران وبالضرورة من بيت الرفيق مرزوق. ولكم أن تتصوروا الحالة المزرية والمنهكة
التي يصل فيها هؤلاء المناضلون مع تعب الطريق وملابسات الهروب واحتياطاته وقلة الزاد وما تميزت به المراحل اللاحقة من صعوبات مركبة بسبب موقفه الوطني من قضية الصحراء ورفضه المساومة على مبادئ الصحراء، ورغم كل الظروف الصعبة والتعقيدات التي طرح هذا الملف آنذاك على المعارضين المغاربة في الخارج، واليوم يمثل الرفيق مرزوق نموذجا للمواطن المغاربي المخلص، المواطن المخلص للمغرب وللجزائر على السواء. وأخيرا أود أن أشير إشارة كتبتها أيضا في شهادتي حول الرفيق زغلول، وهي كالتالي، سأختم بها: إن تعاقب الغيابات القاسية التي أوجعتنا ضرباتها المتوالية خلال السنتين الأخيرتين تدعونا أكثر من أي وقت إلى أمرين أساسيين وهما الجوهر: أولا الحرص الشديد على التواصل المستمر بين الرفيقات والرفاق من كل الأجيال ومن كل الأطياف، والانتباه بخاصة إلى من يعاني في صمت وعزلة وتكتيف وتنويع الزيارات وفاء لقيمة التواصل الرفاقي، فقد ضاع العديد من الرفاق والرفيقات وفي أنفسهم الكثير من المرارة من الإهمال وعدم التواصل ولو في حدوده الإنسانية الدنيا. ثانيا المقترح الثاني: توثيق التجربة الجماعية بالكتابة من أفواه من عاشوها واستثمار ذاكرتهم التي هي جزء هام وغني من ذاكرتنا المشتركة التي ما فتئت تضيع وتتلاشى بهذا السيل الجارف من الغيابات المفجعة والمؤلمة التي يعملها الموت فينا بقساوة وإصرار وترصد. إني أعتقد أن الفرصة مواتية اليوم لتفكيرنا الجماعي في صيغ الوفاء والتآزر والتعاضد والتكافل بيننا من جهة، وفي صيغ صيانة الذاكرة الجماعية من جهة ثانية، وهي المهمة التي أمست حيوية ومستعجلة مع التساقطات المتوالية والضربات الموجعة التي أضحى جسمنا يتلقاها بوتيرة أكبر من أي وقت، وأصبحت سجلات الرحيل تتسع بشكل مخيف. ختاما تحياتي الصادقة للرفيق سيمرزوق، وشكرا له على ما قدم لشعبه ووطنه، ومتمنياتي له بطول العمر ودوام الصحة، وشكرا لكم.